تاني سؤال في الامتحان سؤال الدقايق. شباب الفيديو الاولاني اتفقنا على سؤال الليسن وعرفنا ازاي نحل سؤال الليسن في ورقه الاجابه، احنا دلوقتي في السؤال التاني سؤال الدقايق. الدقايق عليه خمس نقط خمس درجات؟ لا ب 10 درجات، الامتحان من 70 10 درجات. دقايق اقراه كله اقراه كله يا شباب. What's your best friend's name؟ ما اسم افضل صديق لك؟ He is not Basil. He is not Basil. طب what does he not like؟ شكله عامل ازاي؟ He has not straight hair and green eyes. Straight hair شعر مفروض، green eyes عينين خضراء. طب what does he like doing؟ He likes reading and not video games. طب is he friendly and kind؟ Yes he. طبعا دايلو في منتهى التفاهم، تفهم جدا. ده لو جالك يبقى هديه، ربنا بيبعت لك 10 درجات في الهوا اهو، 10 درجات سهلين جدا. What's your best friend's name؟ اسم افضل صديق ليك ايه؟ He is. سامع حد بيقول لي مين؟ لا غلط غلط، هو يسمى باسل. يسمى is cold. It's cold. إنه يسمى is cold. It's cold باسل. طب يا مستر أكتب نيم إمتى؟ ده لو قال لك his name is باسل. تاني يبقى cold is cold. طيب لو عايز أكتب نيم تبقى his name اسمه is باسل. تمام. يبقى أول حاجة he is cold باسل. نمبر 2 What does he not like? Like. واخدنا من رابعة ابتدائي. What does she look like؟ ما شكلها؟ فاكرين المحادثة بتاعت رابعة ابتدائي؟ يعني دلوقتي بقينا في أولى إعدادي ونفس الكلام بيجيلي. What does he شكله عامل إزاي؟ يبقى look like. Look like. What does he look like؟ تمام، شكله عامل إزاي؟ هو عنده شعر مفرود وعينين خضراء. إيه ده عنده؟ يعني has has a has got وhave have got ten has got يمتلك have got يمتلك ten have got يمتلك has got يمتلك have للجمع وhas للمفرد have للجمع وhas للمفرد يبقى he has got he has got straight hair and green eyes. طب what does he like doing؟ What does he like doing؟ اوعى تنسى like يجي بعديها الفعل في ing. What does he like doing؟ هو بيعمل ايه او بيحب يعمل ايه؟ He likes reading، بيحب القراءة. And video games، العاب فيديو. شباب سمع الناس بتقول play، لا play لا اسمها playing. Playing عارف ليه؟ لان and بتربط ما بين فعلين من نفس السبب. هنا في reading، هنا في playing. هنا في read، هنا في play. هنا في reading، هنا في playing. يبقى he likes reading and playing video games. Is he friendly؟ هل هو ودود؟ And kind؟ Yes. واحنا اتفقنا yes وبعمل cross. يبقى yes he is. كده انت تكون حليت داله بالراحة. تعالى مع بعض نشوف هنكتبه ازاي في ورقة الإجابة. دلوقتي احنا في ورقة الإجابة وعايزين نكتب سؤال الدقايق. أول حاجة بتعملها سطر الصفحة، معاك قلم رصاصة، معاك المسطرة، خلي الشكل العام نظيف. أديني بقولك اسمع الكلام. تمام، عملنا فريم للصفحة، كتبت 2 دايم شدت خط 1 2 3 4 5 ورقه الاجابه ورقه فروت كيك كبيره. سيب سطرين مش سطر، كبر خطك كبر خطك كبر خطك خليه واضح ويتقرب. تمام 1 اتفقنا الاجابه كول. ليه؟ لان هي از كول انه يسمى. 2 لوك لايك لوك لايك فكتبنا لوك. عملت ايه؟ 1 شرطه بسبت مسافه كتبت كول حطيت الفول ستوب بتاعتي. 2 كتبت لوك حطيت الفول ستوب بتاعتي. 3 قلنا هاز جاب ادي كتبت كلمه جاب وحطيت النقطه بتاعتي وراعي البايت ويت سمول 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 لو محتاج كابيتال خليها كابيتال حطيت الدوت دوت. تمام 4 بلين 4 بلين سمول دوت 5 اس اس كتبتها سمول
سمول دوت رايتر بانكتويت. رايتر بانكتويت صحصح معايا شويه. اوعى تنسى من اهم حاجه استفدت منها من دايلو كلمه از كولد. از كولد يعني يسمى وبكتب اسمه يا اما ايكوال هيز نيم اسمه ايه از والاسم. شباب اوعى تلخبط از كولد يسمى هيز نيم هير نيم از احمد. اوعى تنسى هاز جوت يمتلك هاف جوت يمتلك هاز جوت يمتلك هاز جوت يمتلك. تمام واتفقت ان هاف مع الايه مع الجمع وهاز مع الايه مع المفرد. بالله عليك بالله عليك راح الاجابه وبكده هنكون خلصنا سؤال الديالوج يا شباب. ان شاء الله يلا بينا الفيديو اللي جاي هنتعلم بقى الاسئله.